وعليك أيضا أن ترضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك، لأن الرضا من أهم الأمور التي تجعل المسلم صاحب قلب نقي. ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: إن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما. لما الإنسان يكون راضي فيجعل الله سبحانه وتعالى قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال: وتستحيل سلامة القلب. بالك من هذا الكلام، إنه كلام مهم. يقول: وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. يعني يستحيل أن يكون الإنسان صاحب قلب سليم وصدر نقي مع السخط وعدم الرضا، لأنه دائما في سخط وعنده عدم قناعة. وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. ثم قال: وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. انتهى كلامه عليه رحمة الله من كتابه مدارج السالكين. ومن الأمور أيضا التي تعين المسلم على أن يكون صاحب صدر سليم حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. كلنا يعلم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. طالما أن لها محمل من الخير فلابد وأن تحملها على محمل الخير ولا تظن شرا.